السلام عليكم ليكيب، جاي اسفركم بيها معكم Al2a في نوبل فيديو. كيما العاده نبارطاجي معكم جنان لا فو باسي، درت لكم على البرين ستورمينغ، التكنيك تاع البرين ستورمينغ اللي باش نشرح لا فيديو فريمون راطا، دونك اللي راه في الديسكريبسيون الفو تفرجها باش تقدر تتبع معنا لا فيديو. ليكيب كيما قلت لكم راني مشارك في مسابقه تاع صنع المحتوى، دونك الفو تعاونوني. كيفاش تعاونوني؟ فاسيل ماسي، نخلي لكم اللينك تاع لا بيبليكاسيون، دخلوا كرفسوها بالايجاب. اوكي ليكيب، امبوسيبل نديرو البرين ستورمينغ بلا المايند ماب. كيما قلنا لازم خرائط ذهنيه باش نقدروا نديرو العصف الذهني. تقدر انت وليكيب تاعك تخدموا على ورقه ولا على سبوره، مي دوماج هذا بوغرو ما خلاناش نتلاقوا. على كل حال ربي يرفع علينا هذا الوباء وان شاء الله يرجع كلشي كيما كان. من دون السؤال المطروح، كيفاش نخدم برين ستورمينغ مع ليكيب تاعي ا ديستانس؟ ما تقلق ما والو، كاين بزاف لي زابليكاسيون تاع المايند ماب اللي ننصحكم بها انا. مايند مايستر كروس بلاتفورم في الشباب، كاين سيت ويب وكاين ابليكاسيون في الاندرويد والاي او اس. ديكوفروها مع بعض، يلا. نديرو زاد من جوجل ونكتبو مايند ماستر. كاين دول ندخلو فيه، ماين نحلو اكونت ونشوفو واش كاين فما. دونك كيما راكم تشوفو تقدر تكونتيني بالفيسبوك ولا بكونت جوجل ولا تقدر دير ساين اب ازيرو. دونك انا عندي اكونت، غادي نحل الكونت جوجل تاعي. بون كيما راكم تشوفوا هنايا فيه سيمبل داشبورد، هنا تقدر دير نيو مايند ماب، هنا دير نيو فولدر باش اذا كان عندك ستارت اب تقدر دير نيو فولدر وتحط فيها المايند ماب تاعك. سينو اذا كان عندك فيجي تاع المايند ماب تقدر ديرها اوبن هنايا. دونك هنايا كاين دي تومبليت تقدر تخدم بهم، وهنايا لي ماب تاعك. دونك كيما راكم تشوفوا راني داير هنا فولدر، وهنا مثلا ضيفني على الويب ديفلوبمنت عندك ديكوفرو مع بعض. هنايا كاين سايد بار مايند ماب ريسون فافوري بيبليك تراش و تومبليت. الحاجه اللي تهمنا هنايا هي تومبليت، نوريكم لي تومبليت اللي فيه. دونك كيما تشوفوا هنايا كاين لي تومبليت بازيك على شكل ارمغ تقدروا تخدموا بهم، وكاين صوالح مهمين هنايا بزاف اللي عندنا جرام ندير لكم هذا الفيديو. هنايا عندنا تومبليت واعرين بزاف في الدومين تاع البيزنس، برين ستورمينغ، نوت تيكينغ. هنايا تقدر مثلا تكون في رينيو ولا تكون في كلاس تقدر دير نوت تيكينغ بالتليفون تاعك ولا بالبيزي. بروجيكت بلان، بيزنس بلان، بيزنس بلان موديل، سيكواب كروس اند كروس. كروس اند كروس هذه تستعملها في عندك مقارنة بين زوج فاس باغي دير قرار. الميتينغ مينيت، تكونوا في ميتينغ تقدر هنايا تقدر تخدم بواحد التومبليت تشوفوا كيفاش داير باش تدي دي نوت كما راكم تشوفوا. الكومباني اورك شارت، هنا دير السلم الاداري تاع الشركه تاعك. والويب سايت بلانينغ على بالي غادي يعجبكم، جربوهم وردوا لي الخبر. واذا انت اونزيني ولا اديديون كاين دي موديل يعاونوك بزاف، هوم ورك بلانينغ، اكزامان بريباريشن، لوسون برو واللومبرو دي تون ايتيغا. وكاين دي تومبليت واعرين بزاف تو اورغانيز يور لايف اند برودكتيفيتي. نديرو اكزامبل مع بعض، يلا. راني موجد لكم خريطة ذهنية لأي واحد باغي يتعلم الويب ديفلوبمون. بون ركزوا معايا، الفكرة الرئيسية هي الويب ديفلوبمون. رانا باغيين نتعلموا لا بروغراماسيون ويب، كيفاش نخدموا سيت ويب، واش نحتاجو؟ نحتاجو لابتوب. كيكون عندنا لابتوب نحتاجو دي لونغاج دو بروغراماسيون لازم نتعلموهم. كاين كلاينت سايد لانجويج، وكاين سيرفر سايد، وكاين داتابيز. دونك تبعوا معايا، ندير لكم بريزونطاسيون ونشوفوا واش كاين فيهم. بون باغي نتعلموا الويب ديفلوبمون، واش نحتاجو؟ اوكي نيكست، لابتوب، سوفتوير، سيستم اكسبلوطاسيون. كاين اللي يبغي يخدم بالويندوز، كاين اللي يخدم باللينكس، وكاين اللي يخدم بالماك. اوكي البروزر كاين كروم ولا اوبيرا ذا بيست. بالنسبه للاي دي اللوجيسيال اللي نكتبوا فيه الكود، كاين في اس كود تاع مايكروسوفت، كاين سي بلوم تكست، وكاين اتوم، وكاين براكيت. بالنسبه للاس جي بي دي اللي هو السيرفر تاعنا لوكال، نقدروا نخدموا بالكزامب ولا لامب. الهاردوير السي بي يو، لازم يكون عندك بي سي او مو اي 3 5 جينيراسيون باش تقدر تخدم بروغراماسيون ويب. رام دو بريفيرونس تكون 8 جيجا، سينو مينيموم تكون 4 جيجا باسكو الكروم الرام يكمل معاها. ديسك دير لازم اس اس دي. اوكي نشوفوا لي لونغ دو بروغراماسيون كلاينت سايد. عندنا الاش تي ام ال اللي هو سكولات، سي اس اس ديزاين، سي اس اس فيه فريم ورك، كاين البوت ستراب، كاين الماتريلايز سي اس اس، وكاين سيمونتي كيو اي. بالنسبه للجافا سكريبت عندها دي فريم ورك،
كاين الانجولار جي اس، كاين الفيو جي اس، وكاين جي كيوري، وكاين الرياكت. بالنسبه للغه البروغراماسيون سيرفر سايد تعلم يا اما البي اتش بي. بالنسبه للفريم ورك تاع البي اتش بي كاين لارافال وكاين سيمفوني هذا ذا بيست. الاي دي او تاع البي اتش بي كاين بي اتش بي ستورم هو ذا بيست. بالنسبه للبايثون اللي بغى يتعلم لونغاج دو بروغراماسيون بايثون للوين كاين دي فريم ورك لازم يتعلمهم جانجو الاي دي او بايشارم جافا parmi les meilleurs langages de programmation back-end du web. بالنسبة لي framework اللي لازم تعلمهم كان Spring, Spring Boot والإبرنت الORM الإيديا الانتليج ايديا the best ولا الإكليبس ولا النت بينز. السي شارب framework اللي لازم تعلمهم ASP.NET الإيديا الفيزيال ستوديو كود database يعني ما تخدم بالفايربيز database online ولا المايسكيول local. وهذه كانت الخريطة الذهنية لأي واحد بغي يتعلم على programmation web. جسبر تكون عجبتكم جسبر كان example شباب مديناه دونك إلا كان راك بغي تخدم web development engage يلا مشي حاجة صعيبة. سيبون لي كي وصلنا لفين تاع الفيديو جسبر عجبتكم. إذا كان عندك أي تعليق ولا فكرة ولا اقتراح ولا نقد خليه لي في كومنتار. سينو مبقى لي غير نقولكم